وزارة الشباب والرياضة تقدم بيجاب لاكتشاف مواهب كل شباب المغرب. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقه اليوميه من اكتشاف المواهب، برنامج بيجاب لانتقاء احسن المواهب الشبابيه. كنعطيكم موعد من هنا من ارض العلاوي والمنقوشي مشرق المغرب، هنايا في مدينه وجده. كنتمنى ان كاع الشباب والمواهب ديال مدينه وجده يكونوا مستعدين، لان لجنه التحكيم مستعده باش تنتقي احسن المواهب اللي متميزه واللي مستعده. الا كنتو نتوما مستعدين خليكم معنا، سي بارتي. بعد الصدى الايجابي اللي خلات قافله بيجاب في باقي المدن، مواهب مدن وجدة وبركان وفيقيق والنواحي حجوا بكثافة باش يكونوا من الأوائل اللي غادي يتقدموا أمام لجنة التحكيم، والبداية كان فيها مستوى المرشحين شيئا ما متواضع. إيدك كان السعد يتنجر من عود، يتنجر 60 عود من غير عهودي منبان. إذا كان شكرا. الله يبارك عليك. ميرسي بوكو. الله يعاونك. شكرا. السلام. صافا مزيان، غير تشيادة خصك إلا بغيتي تمشي فيها خصك تريني بزاف. مع مرور بعض الوقت بداو بعض المواهب ديال المغرب الشرقي كيتميزوا، بحال عبد الكريم أوشن اللي جا من مدينة الناظور وتقدم بأغنية الوديع الصافي وتمكن أنه يحصل على استحسان أعضاء لجنة التحكيم. يا ليل الصبر مسهر دموع العين، أنا ملاح وتاه من النساء والشطين، مسير الصبر حيوصل مراكبنا ونتقابل أنا وانت حبايبنا. يا ليل يا ليل. شكرا عبد الكريم. عيني لغير جمالكم لا تنظروا. سي محمد تبارك الله عليك. شكرا. الله يوفق. الله يوفق. اسمعني الكاستينغ بعاصمة الشرق مازال مستمر، والمرشحين كيحاولوا يقدموا أحسن ما عندهم وبجميع اللغات. سارة أبو درير من مدينة الناظور هوايتها الغناء باللغة الفرنسية ومعجبة بشكل كبير بالنجمة الفرنسية إيديت بياف. La fille de Joëlle au coin de la rue là-bas, elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bas du faubourg. Merci Sarah. Ok Sarah. Merci. صافي صافي بركة. جيب من هاد الأغنية نبيلة معان. داكو نبيلة معان. مشكلة إذا سمعتك نبيلة. بحكم أن اللجنة كتضم نجم الراب مسلم، فمن الطبيعي تقدموا مشاركين في هذا الصنف كيف ما شفنا في باقي المدن المغربية. لكن الاستثناء اليوم اللي كان عند لجنة التحكيم وبالضبط مسلم، هو أن مجموعة ناس العز اللي كتمثل مدينة وجدة غادي تقدم أغنية للكلمات ديالها كانوا في المستوى. ياه عاون خوك المحتاج لا تبوزوح، ديروا الخير باش عند الله به تفوزوح، لا تكرزاز دايم مول الحق، واش قال السدير نوض الخير سباقه، كاين اللي محتاجه يد المعاونة
الإمارة وكان اللي عنده إعاقة ما عايش كاع في الهنا. خصنا نتعاونوا ولو بنفقة ابتسامة من وجهك الخوك راها صدقة. yeah. يلا يلا نعاونوا خوتنا راها محتاجة ليك ولينا. أول مرة يدوز وحدكم شي جروب دراب كيغني بوزيتيف ياك؟ ميساج فيه الأمس. كل شيء كيدخل كيبقى يقول الدنيا كحلة ومفردة والحياة كتيلة وأنا مظلوم نزيد. هادو عندهم واحد الميساج ديال مزيان. تخي بيان. الكاستينغ بعاصمة الشرق مازال متواصل، بقاو معنا في الفقرة المقبلة، مفاجآت كثيرة ومواهب كثيرة في انتظاركم.